بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف كيف نعمل سكشن. عشان نعمل سكشن بضغط في فيو تاب وبن كرييت بانل بختار سكشن، او من الكويك اكسس تاب بختار الايقونة دي. لما اعمل السكشن لازم اكون فاتح واحدة من الفيو حقت الفلور بلان. هسه انا داير اعمل كروس سكشن للمبنى دي، وداير اعمله لسلم، فبمشي قصاد السلم بضغط كليك وبتحرك افقي وبضغط كليك تاني عشان احدد نهاية السكشن. بنلاحظ طوال اترسم معانا الخط حق السكشن. خط السكشن ده بحدد لي مكان السكشن، وبحدد لي كمان الاتجاه حق النظر اللي هو ظاهر معانا هنا في البابلز في الفقاعة دي اللي هي فيها مثلث. المثلث ده بحدد لي اتجاه النظر. عشان افتح السكشن بضغط دبل كليك في البابلز بتفتح لي السكشن، او من الكويك اكسس من البروجكت، معليش من البروجكت براوزر بمشي لي سكشن بانل وبضغط سكشن. هرجع تاني للفلور بلان. طيب بنلاحظ الخط بتاع السكشن في طرفه الثاني ما في بابل. بقدر اعمل بابل بضغط في الخط وبضغط في الاسهم دي لحد ما يظهر معاي البابلز. لو داير اخفي الخط دي بضغط في الايقونة دي الشكل الصغير دي، صغير ما ظاهر، واللي هو زي كلاحظنا زي الزجزاج كذا، بضغط فيه بقوم بخفي لي خط السكشن، وبعدها بقدر اتحكم فيه واقصره او اطوله. لو داير رده زي ما كان بطابق الخطين دين مع بعض. لو داير اقلب باتجاه النظر حق السكشن بضغط في السهمين دينا. بنلاحظ كمان في الداش لاين. الداش لاين هي الداش لاين دي بتحدد لي مساحة السكشن. الهاند شيب دي المثلثات اللي بجنبها دي بتحدد لي طول السكشن. مثلا لو حركت كده وحددت المساحة اللي هي الجزء ده من المبنى، لو فتحت السكشن نلاحظ ظاهر معاي بس الجزء اللي حددته. طيب وبنلاحظ كمان في السكشن ظهر معانا ورق هنا الحيطة بتاعت السور اللي بتقع علينا في الناحية الشمالية، ظاهرة لي لأنها واقع لي داخل الاريا بتاعت الداش لاين. لو طلعتها من الاريا بتاعت الداش لاين نلاحظ معانا انها اختفت. دي السكشن. طيب ممكن تاني اتحكم بمساحة السكشن اللي هي من الفيو حق السكشن. في الفيو بتاع السكشن اتأكد انه انا مفاعل هاي الكروب ريجون كده مفعلة، لكن كده مفعلة، فأتأكد انها مفعلة عشان تظهر لي الحدود بتاعت حقت السكشن. فبختار الخطوط وبعد ممكن انا اتحكم في المساحة المعروضة من السكشن. بنلاحظ تفاعل الليفلز والجريد مع السكشن تكون كيف.
ممكن اخفي جزء من السكشن بالضغط على البريك بوينت دي. بنلاحظ كده خفت لي جزء من السكشن وداير رجعها زي ما كانت بالضابط النقاط دي في بعض. لاحظ رجعت لي زي ما كانت. طيب لو داير اعمل سبليت سيجمنت، يعني لو داير اغير الاتجاه بتاع السكشن، بختار سبليت سيجمنت بمشي للخط بتاع السكشن وبضغط سو كليك. بنلاحظ طوالي قام قسم لي الخط بتاع السكشن من الحتة اللي انا ضغطت فيها كليك. اقوم هغير مكان السيجمنت دي سواء من اليمين او من الشمال للمكان اللي انا عاوزه. مثلا غيرت السيجمنت بتاع السكشن لانه في الحتة دي يجيني مثلا خارج المبنى. فلو رجعنا للسكشن بنلاحظ ظهر معاي بالطريقة دي السكشن السلم، اما هنا ظهر معاي من الواجهة لانه خط السكشن يعني خارج المبنى زي ما شايفين هنا. ممكن اتحكم بالخطوط عن طريق المثلثات دي او الهاند شيبس. ممكن اتحكم في الخصائص بتاعت الخطوط بتاعت السكشن والاشكال اللي هي من الايديت تايب من بروبرتيز بتاعت السكشن.